إلهي سبحانه وتعالى ديمها وسودة شيئي أولا صدر أي رسول شيئي وأنبيادة وحيسكوا وافق صنايين ذاتك إن لوغو باقو نقمد ونأكسن يا أخلاق دا السرعيس نبي محمد عليه الصلاة والسلام وودن بيئي رسول شيئي أنبياد إلهي وصدر أي وحيري إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق وحالي صدر إن عندما استرى أخلاق ذا تيب من أكسن إيس الرئيسة يدى قمد في عن أسيهات دين كستو إلهي وصدد شيء وحي حوق ساري چرتي رقمد قار كود دين الإسلام أخلاقها يدى قمد ون أكسن أي حوق سارتي وحاكم إذا خلق الحياة أخلاق ذي يردغن كالرادة حشوتك. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني رحمهم الله إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء دين كستابا أخلاق بي حوق سارتو داتك يادوكو يردي أي موجس أخلاق ذا سقيمة هاي فضلية ذا إلا ذا هاي يراد كحونا كدلانا يا هدي لغتكو دين تا اسلام كأخلاق ديدا يرغن كأي حوق سارتي ورغن كحشوت كالإرادو وحتى موچين ايه إنه محمد عليه الصلاة والسلام إن بدن وكوع العليي حشوت كوينو إيمان ككميدي هاي قف كان حشوت لهاين قلبي قيسا إن حشوت يعني كتشيرنا إنانو إيمان لهاين وعلى رسولك عليه الصلاة والسلام سب بخاري مسلم باي وريان عن أبي هريرة الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان إيمانك ودورية ضباطا لاغوت وحوصل رأي الله قاها إيمانك التوحيدك وحانوه وصيه وحددك يدو يدر ديبايا ودده إلا قل لحية ولا قبيريو حشوت كنا وقضب كم إذا قضب بدأ إيمانك وأنا الله كم إذا لاقيس مرك لنبي محمد عليه الصلاة والسلام وحاوكو صبحيني ولا ألكي حشوتك كوانيني ولا حشوتك أوكو ديبايا وغير كابو كاريبي رسولك عليه الصلاة والسلام نكا يسوق الله هذا يوحر إسا مسلم وكوري صحيح إسا دعه فإن الحياء من الإيمان ورن كان دا حشوتك هكوانيني حشوتك وحلا يسكوانيه ما هي إيمان كايو كميديا روايتك لرسولك وحكور دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير ورسكدا أنك حشوتك هكوانيني حشوتك سوداء حشوتك خير وحانا هين مكانه مركل رسولك عليه الصلاة والسلام وحيري إساقو موچين أيه حرير كادغة كرد حياء قفك إيمان كيسة إيه حشوت كيسة الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر حشوت كي إيمان كوالا إسكول روى لحريري يبول رسولك عليه الصلاة والسلام ميتكود مركا ميشا لغا سارغا كلانا ميشا وكب حياء فلا إيمان لمن لا حياء له ولا حياء لمن لا إيمان له قفان حشود لهين إيمان ملح قفان إيمان لهيننا حشود ملح ورسولك عليه الصلاة والسلام حديثة هورك تمامي حشودك إنو يهي مدغفك كوهاق وناقي خير أدن حديث كلو بخاري وصحيح سكوري رسولك وحو تمامي قفك حمانتين وصمائية وحو صابا إني تحشود الرضا وفي الله سبحانه وتعالى كحشونية ملائكتك كحشونية الدوماء إلهي كحشونية نفتيس كحشونية وقدر كيدي ميقان كيدا قرانية حمانكم دقاقي حشود كايا كعلية قال النبي عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت
nabiyadii hore hadalkooda waxay dadku ka soo gaadheen waxa ka mid ah uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam hadaanad xishoon ahayn waxaad doonta samee maaha qofka in xumaanta loo fasaxayo macnaha xadiidku wuxuu noqonayaa hadaanad xishoon ahayn wax walba waad samaynaysaa waayo xishoodkii xumaanta kaa celin lahaa ayaa kaa maqan wahab ibn munabbih oo ka mid a raggii taabiciinta ah ee saxaabada soo gaadhay cilmiga ka qaatay wuxuu yidhi aliimaanu curyaanun walibaasuhu taqwaa wasiinatuhu alxayaa iimaanka dharkiisa iyo hugiisu waa taqwaa oo iimaan bilaa taqwaa ahi waa iimaan daciif ah oo qof qaawan oo kale ka dhigan waxaa hu u noqdee iimaanka asturaa waa taqwada waa in diinta lagu dhaqmo oo qofka diintu ay hagto iimaanka quruxdiisuna waa xishoodka buu dhi bacdu lxukamaa waalculamaana waxay hore u yidhaahdeen man albasahu alxayaau thawbahu lam yara annaasu caybahu qofka xishoodku uu maradiisa huuye uu ku asturo dadku ceebtiisa ma arkaan bimacnaa wuxuu noqonayaa qof ceeb ka saliim ah qofka dhaqanka xishoodka la yidhaahdo ku sifooba waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala uu kaga soocay bani aadamkan uu karaameeyey mayeedhaanka iyo xoolaha ayuu xishoodku ka mid yahay waynu aragnoo xooluhu wax xishood la yidhaahdo ma yaqaaniin ilaahay subxaana wa tacaala arrinta noocaasiya kuma beerin wax walba dadka hortooda iyo dunyada hortooda ayay ku sameeyaan laakiin bani aadamka xidhahooda ilaahay wuxuu ka dhigay xishoodka dadku haddaanay xishoon ahayn wax walba way samayn lahaayeen maxaa kaa hortaagay inaad waxaddo xishoodkaa kaa hortaagan xataa haddii iimaankaagu uu daciif yahay waxaad isleeday waad ceeboobi doonta abuu sufyaan isagoo oo gaala ayuu rasuulka markii su'aalu ka weydiiyey boqorkii reer ruum been cad rasuula kamu sheegin waxaana beenta ka hor istaagay xishood wuxuu isyidhi waad ceeboobi doontaa ninkaagaa weyni odagii weynaa ee reer qureysheed baa been sheegay baa la odhan doonaa xishoodku walaalayaal waa dhaqan iyo akhlaaq wanaagsan bal waa taajul khuluqi alxasan waa taajka iyo madaxa u sarreeya akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan waa mid qofka wanaag oo dhan xaggiisa u jiheeyo u jiida waana ka xumaanta ka qabta marka qofku wanaagga inuu sameeyo waxay leekaanaysaa intuu xishoodkiisu leegii xumaanta inuu ka tago mid lagu hadlo iyo mid camaliyo ficil ahaan loo sameeyana waxay ku xidhan tahay inta marba iimaankiisu uu leegii ummatul islaam waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala uu ku sharfay buu xishoodu ka mid yihi waa nicamka iyo mawaahibta rabbaaniga ah ee ilaahay subxaana wa tacaala dadka muuminiinta uu siiyey mid ka mid a gaalada iyo inta raacdee u khidmaysee u shaqaysaa waxay xooggooda isugu geeyaan in ummaddan islaamka ay xishoodka ka dilaan oo xumaanta laga dhigo shay caadiya oo lala qabsado oo qofku marka uu ku hadlayo ama uu samaynayo in yaroo yaxya xana aanu dareemahayn waxaa ku socda baynu odhan karnaa dadka soomaalida ah mashruuc aynu ugu magac dari karno mashruuca xishood dilka oo weliba ka socda warbaahintee wax hoos hoos loo wada aan ahayn waxaynu ogsoonnahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dadka kawu xishoodka badan buu ahaa kaana nabiyu calayhi salaatu wasalaam ashaddu xayaa'an min alcadraa'i fii khidriha inanta buulkeeda ku jirta ee weli aan la guursane dabadda aan u bixin rasuulku waa ka xishood badnaa bay yidhaan saxaabadu marka xadiidku laba arrimood ba wayna tusinaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam xishoodkiisu siduu u sarreeyey iyo xishoodku inuu dumarka ku sii qurux badan yahay isagoo mar walba quruxdii iimaankaas aynu sheegnay weliba inanta shabadda ah ee weli aan la guursan
إن حشوتا يوصي مضنطاي إلهي سبحانه وتعالى روح دوم ربو كشيغي كتاب كيس حشوت بو إلهي سبحانه وتعالى كسي في هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن $7 او كليا كدرسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هذا با سياد غشبتو اديغا كافيه فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان